السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمرو إبراهيم، مهندس معماري مصمم وتنفيذي وإشراف. اليوم أنا أول مرة أطلع في فيديو أظهر بيه بشكل، يعني ده كان بناء على طلب في منتدى يوتيوب إن لازم أعمل فيديو تعريفي خاص بيا. مش بس كده، أنا طالع أتكلم عن الدورة اللي هشرحها خاصة ببرنامج الريفت، الدورة اللي هتكون أخيرة، مش هشرح بعد كده أي دورات ريفت، أنا شرحت كل حاجة. هتكون الدورة الأخيرة باللغة العربية ودورة مجانية الناس محتاجاها. الدورة دي أنا سميتها الدورة الخارقة أو دورة السوبر، لأن هيتشرح فيها كل حاجة. أنت خلاص دلوقتي عرفت كل حاجة عن الريفت من البدايات والمرحلة المتقدمة، ودلوقتي الدورة دي أنا هعتبرها للناس المحترفة، يعني الناس اللي هي فهمت الدورة بتاعتي قبل كده عرفت إنها كانت البيزكس التولز اللي شرحت لك كل حاجة عن التولز. أما الدورة الأخيرة دي فكأني استلمت بيانات من عميل أو الداتا كوليكشن، وهبدأ أصمم مشروعي ببرنامج الريفت. هنشئ الموديل المعماري، ثم هبدأ أصمم النظام الكهربائي، وهبدأ أصمم النظام الميكانيكي، وهختم بالبلمبنج اللي هي الأعمال الصحية. وآخر جزء في الدورة هيكون برزنتيشن وإظهار ورندر عن طريق 2 تولز أو الأداة اللي هي بتضاف على البرامج، اللي هي الفيري أو الإنسكيب. أتمنى إن تكون الدورة مفيدة. أنا ناقشت خطة سير الدورة معاكم وطلعت أتعرف عليكم وتعرفوني بشكل، حتى انتوا كنتوا بس بتسمعوا صوتي بس. أتمنى إني أكون أفدت الناس، ويكون العمل ده وصل لروح أمي، وهيبقى الدورة دي مخصصة برضو لصدقة جارية لروح أمي، وهتبقى أيضا لروح أم زوجتي. ربنا يتقبل منا جميعا، ربنا يرزقكم كل خير الدنيا والآخرة. أشكركم للدعم والتشجيع، انتوا ناس جميلة وتستاهلوا ان الواحد يساعدكم، سواء كانوا طلبة او مهندسين او فئة عادية جدا حابة المجال ده وحابة تخش فيه. ولكن انا لا ارجح كده، ولكن الارزاق كلها بيد الله، اللي حابب يعمل شيء ويقدر شايف ان هو يجتهد فيه ربنا يوفقه وربنا يرزقه كل الخير بالدنيا والآخرة. أشكركم وإلى اللقاء في أول دروس الدورة مع بداية السنة الجديدة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.